السلام عليكم. تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا وعلى أوسع نطاق صور وفيديوهات لسيول عارمة وهي تغمر مدينة تيشي بولاية بيجاية بعد الأمطار الأخيرة والتي عرفت العديد من المدن الجزائرية. وقد يبدو لك من خلال النظر إلى هذه السيول السوداء اللون أنها ربما تكون بترول متدفق أو مياه للصرف الصحي، ولكن الحقيقة محزنة جدا. وقال ناشط من المنطقة أن سبب تغير لون هذه السيول هو اختلاطها بالفحم وبقايا العشب المحترق بعد الحرائق المهولة والتي عرفتها ولاية بيجاية طيلة الأشهر القليلة الماضية. ودعا ناشط من السلطات المحلية في كل ربوع الوطن إلى ضرورة التدخل العاجل وتنظيف البلوعات والقضاء على النقاط السوداء والتي تتراكم فيها مياه الأمطار قبل حلول فصل الشتاء وحدوث كوارث لا تحمد عقباها.